ورجعنا للموضوع الرئيسي اللي اتكلمنا فيه من أول الحلقة، ما هي أضرار وجود الهاتف المحمول في يد الطفل؟ لماذا قال الأطباء إن الطفل ما ينفعش يمسك الموبايل أكتر من ساعة؟ في الحقيقة وجود الموبايل في إيد الطفل أصبح واقع موجود في كتير جدا من البيوت، ما نقدرش ننكر هذا الواقع، وللأسف هذا الواقع ليه تأثير سلبي كبير جدا نفسيا ومعنويا وكمان بصريا على هذا الطفل، خاصة إنه لو متعود إنه يلعب على الموبايل لفترات طويلة جدا من الزمن. التأثير ده ممكن يتحول لإدمان، اسمه إدمان الهاتف اللي ليه أسماء كتيرة جدا في علم النفس، ممكن أيضا إن هو يأثر على سلوك هذا الطفل. خلينا نتكلم تفاصيل أكتر. الدكتور عزة زيان استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية معنا في استوديو في صباح الخير مصر، هنتكلم معاها تحديدا عن معنى إدمان الأبناء للتكنولوجيا، إزاي نخليهم يتخلصوا منه، وما هي أكتر الأعراض ظهورا على أطفال هذا الجيل. صباح الخير دكتورة منورة. صباح الورد. منورانا يا دكتور. ميرسي ميرسي قوي، أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم، وبصراحة أنتوا بتدوني أنا كمان طاقة إيجابية هايلة بصراحة جدا يعني. ربنا يخليك. وبنبسط طبعا في صباح الخير يا مصر طول الوقت لما بنبقى مبسوطين بوجود حضرتك معانا دايما كده، بتفيدينا يعني بكلام موزون ومعقول، ويعرف نعرف نطبقه على أرض الواقع، ودي أهم حاجة. يعني بصي انا بحاول اعمل ده، وخصوصا ان انتوا كمان النهارده فاتحين موضوع اكتر من رائع، وبنستنى نتكلم طول الوقت. لما بتجيلي حلقات على التكنولوجيا ببقى يعني اللي هو ايه، امتى الحلقه دي هتيجي، وخصوصا كمان احنا 2023 وعلى مشارف 2023، واللي حصل لنا قبل كده كوم، واللي هيحصل بعد كده تخيلوا من دلوقتي لحد 10 سنين جايين من استخدام، او خلينا نقول الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. لا ده في ميتافيرس، ده ألعن. مثلا ده ألعن، واضل السنين انت خلاص انت كده انعزلت وبقيت تكلم ناس ودخلت. لا ده هو بقى ده التوحد، التطور الرسمي. ده يعني يبقى مثلا الولد في الاوضه وعايش مع الفي ار لوحده في عالم بقى تاني تخيلي مع نفسه، فيعني ربنا يكون في عون الجيل الجاي. نفسيا مصيبه، لكن تكنولوجيا وثقافيا ممكن ما تبقاش مصيبه طبعا لو حسن استخدامه يعني. ده حقيقي، بس للاسف احنا بنوصل لدرجه الادمان. احنا عندنا اطفال مدمنين، ومش بس اطفال عشان ما نظلمش بس الاطفال، ده احنا عندنا كمان اباء مدمنين للتكنولوجيا وامهات مدمنين للتكنولوجيا. الاسره عندنا اسره مدمنه خلاص دخلت حيز الادمان. صحيح. نعرف على طول يعني ايه ادمان التكنولوجيا، وخصوصا ان احنا عندنا تعريفات كتير جدا لادمان التكنولوجيا. اسمه فومو تقريبا. فومو اسمه ليه اسم كده، اللي هو ببساطه كده. يعني خلينا بس نبسطها على المشاهدين إلى حد كبير، هو الاستخدام الخاطئ طبعا ده وسائل التكنولوجيا لحد يخرج عن السيطرة. والاستخدام ده كمان بنلاقيه طبعا في كل الوسائل المتاحة للتكنولوجيا، يعني عندنا التليفون وعندنا الموبايلات وعندنا الشاشة الكمبيوتر وعندنا البلاي ستيشن وعندنا كل أنواع التكنولوجيا. لو استخدمناها استخدام خاطئ طبعا والى حد كمان يخرج عن السيطره، يعني المدمن بيبقى خارج تماما عن سيطرته، ده بيأثر طبعا على علاقاته بكل العلاقات، علاقته بزملائه، علاقته بالاسره والمحيطين، يعني علاقته مع المدرسين وعلاقته بالدراسه، كل ده الحقيقه بنسميه الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. دكتور يمكن قاعدين على الشاشه دلوقتي معانا اولاد قاعدين على الايباد بيلعبوا جيمز، او حتى جيمرز قاعدين على السكرين، امتى اقدر اعرف انه ابني الجيمرز دول دي بقت شغلانه وبيكسبوا منها فلوس كتير، امتى اعرف انه ابني بيعمل حاجه جديده، بيكسب مهاره جديده، الكلام ده كله، او ان هو ابتدى يدخل في مرحله الخطر وابتدى يبقى هو مدمن على الشاشه؟ طيب امتى يبقى كده وامتى يبقى كده؟ بالجانب الايجابي لو انا لاقياه فعلا المنتج بتاعه وصلني كويس قوي، يعني انا لاقيه انه ابني اخترع حاجه، لاقيه ان ابني طلع لي بمنتج مفيد سواء له او للمجتمع، او يعني هو جاي يقول لي ماما انا عملت كذا، لكن انا شفت ابني طول الوقت طول الليل سهران لحد صبح في على الموبايل او البلاي ستيشن مثلا، شايفاه ضر نفسه، وهنتكلم عن اضرار استخدام التكنولوجيا، هل فعلا لقيت ابني او بنتي بقوا اسرى للتكنولوجيا، مدمنين حقيقي للتكنولوجيا بشكل كبير، هل ده ابتدى يضرهم نفسيا ويضرهم صحيا ولا لا؟ كده خلاص هو دخل للدايره دي، دخل دايره الادمان. ما استثنيش الاب والام من الاتهام، انا ما بتهمش الطفل، انا بتهم ولي امره،
يعني ليه وصلت ابني انه يبقى مدمن للتكنولوجيا؟ انا كنت فين كاب وكام؟ انت قدوه وما انت قاعد طول اليوم ماسك الموبايل قدام. صح يا استاذ مصطفى، هو الاب فعلا طول الوقت ماسك الموبايل، والام كمان، والام طبعا. اشمعنى الاب يعني؟ نتفق انه وسائل التكنولوجيا الام بس بتبقى يعني ماسكه الموبايل بس في المطبخ، في الشغل، بتذاكر، يعني انا بشوف ده. نتفق على حاجه انه وسائل التكنولوجيا مش بس وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. احنا عندنا موبايلات بنتكلم فيها طول الوقت، رجل وامراه. كويس. طيب بنتكلم على بلاي ستيشن، بنتكلم على اكس بوكس، بنتكلم على كمبيوتر، منصات اللي بنتفرج عليها على افلام وكده، منصات المختلفه، كل ما هو تكنولوجي احنا بنستخدم تكنولوجيا. صحيح. لكن احنا مش عايزين نقفل الدنيا، مش عايزين نقول يا جماعه ما تستخدموش تكنولوجيا، لكن قننوا الاستخدام. يعني الوقت المتاح لتكنولوجيا قد ايه، التكنولوجيا المختلفه، مش بس انت ما بتشتغلش على الكمبيوتر ولكن انت معاك الموبايل. صحيح. طب احنا انا عملت ايه؟ طب يعني ليه الاطباء قالوا ساعه واحده للطفل عشان عينيه وعشان تركيزه وعشان ممكن يوصل للتوحد وعشان بيجيب اضطرابات في النوم وعشان ليه؟ ما حضرتك قلتها، ليه ساعه؟ لان هو بعد الساعه بيعمل ده، يعني مثلا بعد 40 بعد 40 دقيقه لازم موبايلات او شاشه او كده لازم يفصل 40 ثانيه عشان عينه ما تتاثرش، او لازم يبص لنقطه كبيره يعني طويله لانه عمق اي نقطه بعيده. بالظبط، لان كل ده بيأثر طبعا على العين، بيعمل اجهاد للعين كمان غير ظهره. الطفل ما بيقعد على الكمبيوتر او بيقعد بيلعب بلاي ستيشن او الكلام ده بيبقى ما هو مش قاعد زاويه قايمه، هو قاعد منحني بشكل. صحيح. معين، فبيأثر على الرقبه وبيأثر على الظهر. دي حاجه. حاجه ثانيه، خلينا نقول انه بيفصله تماما عن الاخرين، فبيعمل له عزله او بيعمل له عزله. نقول برضو ان بيقعد طول الليل يعني متوحد بقى مع الناس اللي هو بيتكلم معاهم دول او مع الناس اللي بيلعب معاهم، فخلينا نقول انه مجهد جدا جدا، وبيودينا بقى لاضطرابات النوم والقلق والارق، بيودينا كمان الاكتئاب. طول الوقت قاعد ما بيعملش حاجه خالص، بيقتل المهاره، بيقتل الابداع، ما فيش ابتكار لانه ما فيش شيء. كمان الحركه الجسديه، يعني دايما بنشوف الشباب اللي انا بصراحه بشوفهم ناجحين جدا، مش بقول لا، بس اللي بيعملوا النوع ده من او الجيمرز، بس اللي واخدين الموضوع بروفيشنال، يعني اعصابهم بعد سن ال 24 بتقل شويه، التركيز بتاعهم جسديا ما بيبقوش فت، يعني لانه ما بيتحركوش، انا ما فيش حركه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، دايما عشان ابطل حاجه بعملها لازم يكون في بديل، يعني دايما عشان انا حاجة غلط بعملها لازم يكون في بديل عشان أبطلها. إيه البديل للأمهات النهاردة اللي هي حبايبي مطحونين في الشغل وفي البيت وفي المذاكرة وفي كل الحاجات الصعبة دي، يعملوا إيه عشان يقدموا البدايل دي للولاد فيخلوهم يعني يبطلوا شوية قعدتهم طول الليل والنهار على الكمبيوتر وعلى الموبايل؟ طب أنتي سؤالك رائع يا بسنت. شكرا. إيه البديل؟ لازم يكون في بديل، بس بشرط ما بين قوسين كبار كده، بديل ممتع. ممتع لمين؟ ممتع للطفل، مش ممتع للولي الامر. صح. يعني انا ممكن كأم اقول للبنت ايه؟ اهو بديل اهو، بدل ما انت قاعده على الموبايل ولا على الكمبيوتر، اغسلي الاطباق ووضبي السراير واعملي كذا واعملي كذا. هو ده بديل ممتع جدا جدا بالنسبه للام، لكن هل ده ممتع بالنسبه للبنت؟ اكيد لا، بالطبع لا. فاول حاجه اظبط انا كده بديل انا عارفه انه ده ممتع لاولادي، انا عارفه انه لما انا اوجد البديل ده لابني هينبسط. ابني بيحب الرسم، فممكن اشترك له في مكان يعني ينمي مهارته ويعلمه الرسم بشكل محترف، فبالتالي انا برضو بوديه كده لسكه انه يعني بقلله شويه الاستخدام التكنولوجي. ابني بيحب الموسيقى، اعمل نفس الكلام برضو، اوديه لمكان يعمل كده. ممكن كمان على فكره انا كاسره بعمل ايه جوه الاسره اربع حيطان دول؟ بوجد بدايل، لازم اوجد بدايل، لازم اتكلم مع اولادي. يعني الوقت اللي بيقضيه الولاد على التكنولوجيا ولا الموبايلات ولا الكمبيوتر ولا الكلام ده، ما هو لانه الطفل مش لاقي الاب او الام برضه، يعني الاب والام في دنيا لوحده، ولما بيجوا من اشغالهم بيبقوا خلاص مش عايزين دوشه، مش عايزين وجع دماغ. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان انا بعمل عمليه ايه، خلينا نقول اغتراب للاسره ككل. كلنا كده كأفراد، كل واحد خلاص مع وسيلة التكنولوجيا اللي مريحاه. يعني سواء لو الأم الموبايل، الأب
وسائل التواصل، الطفل البلاي ستيشن، فكل واحد واخد وسيلة كده ومبسوط بيها جدا، بس كل واحد في الآخر بيكتشف منعزل إنه منعزل جدا عن الآخرين، ما يعرفش حاجة عنهم. بعد كده نقول ده في خرز زوجي، بعد كده نقول الولاد ما نعرفش حاجة عن ولادنا. عارفة ليه؟ لأنه الجيل ده ما بيتكلموا، يعني زمان إحنا كنا رغيين شوية، أو أنا يعني كنت بتكلم مع مامتي، كنت برغي، كنت بقول لها ده أنا حصل معايا من غير ما هي تسألني. دلوقتي انا بشوف، ممكن مصطفى كمان يحكي لنا عن لو هو بيمر بالتجربه دي، ممكن يساله الاولاد بيردوا ردود بيف جدا او بالظبط. بس ليه بسنت؟ لان والدتك كانت مدياكي المساحه دي، صح، معوداكي على كده، عندها صبر تسمعك وتتناقش معاكي وتدخل في تفاصيلك وتهتم باللي انت قلتيه. ممكن جدا الطفل يبقى عايز يعمل كده من البدايه. من امتى البدايه؟ من اول ما بيتعلم الكلام، عايز يقول وعايز يتكلم، لكن الام او الاب مشغولين مطحونين، ما عندهمش صبر كفايه، لان هم كمان داخلين في دايره ثانيه. فاول ما الطفل يجي يتكلم بس بطل دوشه، فبطل دوشه دي بتبقى من اول ما بيعرف يتكلم لحد بتستمر معاه بقى سنه ورا سنه، هم لا مش هيسمعوا لي اصلا. فبيبقى عايز دايما، البني ادمين بشكل عام عايزين يكونوا ثقافه فرعيه خاصه بيهم. يعني مثلا لو اتكلمنا على مجتمع المطلقات، عايزين يكونوا ثقافه فرعيه خاصه بيهم، فبنلاقيهم على طول بيتجمعوا مع بعض لان هم ليهم اهتمامات مختلفه عن بقيه الناس مثلا، او عايزين يعني، او مثلا مجتمع المدمنين نفس الكلام، مجتمع الاطفال برضو نفس الكلام، لانه هم مش لاقيين كبار يبقوا معاهم على نفس الخط يسمعوهم. لكن لو الام او الاب فعلا ادوهم المساحه دي، وان انا عايز اسال فعلا، مش بسال وانا بسال والطفل بيرد، انا مش مهتم. يعني الطفل بيرد، فاثناء رد الطفل الام بتشتغل في حاجه ثانيه، او الاب بيتفرج على الموبايل، يسالوا يقعدوا يعني يا حبيبي اتكلم لانه ما اتعودش على ده، خايف، او خايف من رد الفعل ممكن. يعني انا مش عارف انه رد يعبر. يعني احنا بنعرف نكون جمل ونقول واحد اثنين ثلاثه، هو فعلا زي ما انت قلت اجابات مقتضبه، لان هي السوشيال ميديا فعلا خلقت جواه ده. خايف يجاوب غلط، ما يبقاش تبقاش هي الاجابه النموذجيه بالنسبه للاب او الام، فممكن يعنف مثلا. بتعتمد اكبر كمان على شخصيه الاب والام، بيستقبلوا اسئله الطفل ازاي، عارفين يجذبوا الطفل ولا لا. يعني فين مشهد انه الام تقوم تعمل فشار مثلا وتعمل حاجات حلوه للولاد، او تعمل كيكه وتقعد الولاد ويتفرجوا على التلفزيون؟ المشهد ده ابتدى يغيب شويه عن الأسرة المصرية مثلا. وبرده مش هنقول الأم بس، الأب كمان. فين الأب برده اللي بيجمع ولاده حوالين مسلسل في تلفزيون، أو ياخدهم للسينما؟ ما السينما مثلا أحد الوسائل اللي ممكن تجذب الأطفال، طبعا على حسب سنهم، المرحلة العمرية اللي هم فيها مثلا. السفريات، يلا نتفسح، يلا نخرج، يلا نجيب حاجات، مش عايزين نكلف طبعا الأسرة ما لا تطيق ماديا، لكن في حاجات ممكن جدا تتعمل من غير صرف كتير، زي صلة الرحم مثلا. يعني يلا يا أولاد نزور بابا وماما وجده وتيتا وطنط، يلا يلا بينا شوف. ال العالم ده مش موجود دلوقتي. يعني صلة الرحم دلوقتي خلينا نقول بقت تكنولوجيا، عبارة عن التكنولوجيا، ان انا بسأل على قرايبي بالموبايلات او برسالة على واتساب او على فيسبوك. أي. وبناء عليه اربع خمس نقاط سريعة نقولها للمشاهد قبل ما وبناء عليه، اولا كأب وام لازم انا كأب وام اقنن عدد ساعات تواجدي على وسائل التكنولوجيا عشان ابقى قدوه. اكيد عشان ابقى قدوه. تاني حاجه، اوجد بدايل ممتعه ما بين قوسين كده بالنسبه للاطفال. تالت حاجه كمان، ان انا اتحاور معاهم، اعرف هم الولاد ليه رايحين في سكه خارج الاسره، عايزين يغردوا خارج السيرف زي ما بيقولوا كده، ليه لاقيين انه العالم الاخر في التكنولوجيا احلى والطف من عالمنا الاسري. اراجع بقى احنا كاسره بنعمل ايه، هل احنا اسره بنديهم اوردرز ولا بنكلمهم بنناقش بالظبط؟ هل احنا كاسره مبدئيا كده، هل اسره هاديه؟ يعني اسره خاليه من المشاكل، مش مصدره الاطفال المشاكل ولا لا؟ لان الاوقات بنلاقي ان مش الاطفال اللي بيصدروا المشاكل، اولياء الامور هم بيصدروا المشاكل داخل الاسره وللاطفال. كمان هل انا عارف اتواصل مع طفلي كويس تواصل ايجابي ولا لا؟ لو الثلاث حاجات اللي احنا عملناهم دي نجحت، هقدر بسهوله الى حد كبير برضو ان انا اتغلب على الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا بالنسبه للاطفال. بشكرك يا دكتور.
ميرسي. احنا بنتكلم ان احنا دايما في صراع يعني ما بين الـ يعني مش عايزه اقول خير وشر، لكن خلينا نقول انه العيله يعني والحاجات اللي بتحصل بره العيله او بره البيت. في الحقيقه ربنا يكون في عون اي ام واب النهارده بيواجهوا تحديات كتيره جدا جدا، لكن ده دوركم كأم وكأب ان انتوا تقفوا قصاد التحديات دي وان انتوا تتصدوا ليها عن طريق ان انتوا تكونوا صحاب لاولادكم، ودي اهم حاجه. كل الشكر ليكي، نورتينا دكتوره عزه زيان استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه. شكرا ليكي على وجودك معانا. شكرا.